أنا بشوف خيارات غريبة بس ما أصرفش موجود. اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية على MBC4 الجمهور على موعد مع الحلقة الأولى من مسلسل الجمال الحريم، واللي رح تنتقلوا فيه لثلاث أزمنة مختلفة وتعيشوا مع أبطاله الدراما الساسبنس والرعب، لكن بشكل لأول مرة يمكن بتشوفوه بالدراما العربية كونه عم يحكي عن قصص حقيقية من عالم الدجل والشعوذة. مكتوب على الكتاب لازم تعيشي. لقينا ناس كتيرة جدا بتمر بالظروف دي، بيدي رسالة مهمة جدا إن انتي ازاي ما تستسلميش لده، وازاي تبقي مؤمنه وعندك يقين بانه بوجود ربنا وهتقدري تخرجي منها، ما تمشيش ورا دجالين وورا شعوذه. وتخيلوا انه هاي المشاهد التمثيليه حضروا لها الابطال لاشهر كثيره، وهذا اللي خلى كل واحد منهم عنده رده فعل مختلفه لما قرا شخصيته وحضر لها. سليم ده صعب جدا، بيأذي ناس، اقرب واحد للشيطان، يعني هو اللي معاه المفاتيح الشيطان. يعني كان بالنسبه لي طبعا حاجات تخوف، وفي تمثيلها صعب من كتر ما انا كنت بشتغل في الحوار ده، والطقوس اللي كانت بتتعمل حقيقة انا ما كنتش بعرف انام، وحقيقة انا لحد اللحظة دي انا 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 داخل في حالة تانية، انا فعلا مش عارف اتكلم، اوقات ببقى مش عارف اتكلم. الشق الاصغر يشير الى السهم حيث المولود من شق الجبل يخرج دمًا. في تعاويذ وفي حاجات بتتقال ورسومات وطقوس بتتعمل، خصوصا ان هم قالوا لي بص احنا واخدين الطقوس، جايبين طقوس بجد، بس طبعا مش عاملينها بجد يعني، بس جايبين الطقس بجد ومغيرين في حاجات. انت عليكي تمن خدام. وشي الاصعب كان لما اعترفوا بعض الممثلين لترندينج انه عاشوا معاكسات الاحداث بحياتهم العاديه وقت التصوير. مره العربيه عطلت بيا وانا رايح التصوير، وقعدت معاها كده شويه، طلع في الاخر ان هي مش عطلانه ولا اي حاجه، ومره النور قطع في البيت وفضلت قاعد مستنيه كتير 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 جدا، لحد ما بصيت كده من الشباك لقيت كل حاجه منوره، فطلع ان انا يعني النور ما قطعش على حاجه. مثلا تلاقي حاجه حصلت في الاضاءه، حاجه ضربت، نقعد نعيد كتير قوي بسبب اخطاء بسيطه جدا، ما تعرفيش ان المشهد ده مش راضي يخلص ليه. وفي مشاهد ان احنا المفروض برضو بنقرا فيه قران كتير وكده، فالحمد لله ده الدنيا ابتدت تظبط شويه. فلا، وغير كده المشاهد فعلا اللي انا صورتها اللي كان فيها نوع من انواع الرعب او الخضات اللي انا بقول لك عليها دي، انا كان جسمي كله كان مقشعر. بقى عمري ما شفتك بالحاله دي خالص، انت كل يوم حالتك تبقى اصعب من اليوم اللي قبليه. لكن بالرغم من انه نور يمكن هي من اكثر الممثلات عرضه لعالم الدجل والشعوذه بهالمسلسل، بس كان عندها رده فعل مختلفه. انت هتعملي حاجه غلط، داخله على حاجه خطر. ماليش في الكلام ده، انا يعني ما بؤمنش بيه وما بفكرش بيه ولا يهمني ولا يخصني، واي تصوير بيحصل فيه اي حاجه عادي، بالعكس ده كان تصوير زي الفل. بس تعبنا جدا، كان تصوير هو مشاهد صعبه وفي كتير جرافيكس وما فيش مشاهد سهله. وهالشي كان واضح من البرومو واللي فيه نور بتظهر باسمها الحقيقي لكن بشخصيه مذيعه. نور مذيعه او اذاعيه، يعني مش في التلفزيون كده، هي في الاذاعه بتعمل برامج اذاعيه وبتتكلم فيهم عن الفن، عن الفنون عموما. طبعا تخللها قصص ومصايب ومشاكل وحاجات بتحصل، نتكلم عن مواضيع حساسة جدا. والمعد لهالبرنامج رح يكون خالد سليم اللي بعد ما يخسر والدته بيقرر يغير حياته. دور يعني متنوع جدا، في يمكن لأول مرة غناء صوفي أو إنشاد صوفي، هو بيتجه اتجاهات ليها دعوة بان هو بيحب او ان هو يقعد في المسجد ويقعد مع شيخ اللي هو الاستاذ طبعا ايهاب فهمي، الشيخ ابراهيم، المفروض اللي هو بيعلمه كل حاجة، وبي زي ما تقولي كده بالجانب الطيب اللي موجود. والخير والشر ايضا رح نعيشهم مع احمد محارب وخطيبته بالعمل هدى الاتربي. بنت بلد شعبيه جدعه، عندها شويه حاجات كده زي ما قلت لك تناقضات في الشخصيه، هتشوفي الخير والشر فيها، هتشوفي الحب والكره فيها، هتشوفي نوع من الناس مقتنعين جدا انه الغلط اللي هم بيعملوه هو الصح، وانه يعني هي مش حاسه ان هي بتعمل حاجه غلط ومش مكسوفه من ده، بالعكس. سيد ده هو حد سي كلاس من الطبقه الشعبيه، هو يعني نموذج سلبي شويه، بيعمل حاجات كلها يعني احنا مقدمينه كنموذج سلبي، مش المفروض نعمل كده، فهو مش فارقه معاه حاجه خالص. سيد بيمشي ورا المصلحه طول الوقت.